صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم. النهارده هتكلم عن الفلوس والمكسب والربح في حياتك. بالنسبه لاوكرانيا يا جماعه، خليني ابقى صريح معاكم، انت مهما كنت معاك فلوس كتير، الموضوع ده بالنسبه لك هنا في اوكرانيا هتلاقيه قليل جدا ان انت تحس بيه. فلوس هنا يا جماعة تحس ان هي ملهاش اي قيمة. بمعنى يعني انت بتكسب 20,000، بتكسب 10، بتكسب 25، بتكسب 30، بتكسب زي اللي بتكسبه، ولكن الفلوس في ايدك انت ما انتش حاسس بيها. بتحس فعلا بالعملة، انهي عملة؟ هي عملة بلدك. فعلا بتحس بالجنيه وقيمته سواء كان مرتفع او مش مرتفع. دي حاجة حبيت أعرفكم عليها في أوكرانيا في سلسلة حلقات، إن إحنا هنوريكم أوكرانيا ونخليكم تنتقلوا جوه أوكرانيا من خلال كلامي مع حضراتكم. أولا لما بأوصف لك الحالة أو بوصف لك الوضع أو بوصف لك الموضوع في أوكرانيا، أنا لا من بعيد ولا من قريب يفيدني هذه الأمور. إن شاء الله بإذن الله ده الاستديو الجديد بتاعي. بحاول ان انا اطور نفسي من ساعه ما جيت من مصر، وانا عمال افكر ازاي اطور القناه. ان شاء الله باذن الله في فيديوهات كتيره جدا هنتكلم عن هذه المواضيع. هكلمكم كمان عن مواضيع تخص الزواج وتخص الاقامات وتخص المعيشه. مش لازم ان انا اقعد ادي لك درس في الموضوع واقول لك اعمل كذا، ما ممكن يكون وجهه نظري في كذا ملهاش اي قيمه. حبيت بس اعرفكم التطورات في حياتي. ان شاء الله باذن الله في جديد كتير جدا، مواضيع بعملها كتيره جدا مع محمود، وبحاول ان انا اقعد اسال محمود لو موجود معايا في الفيديو، بحيث ان يقول لي معلومات كتيره جدا، سواء ان انا كنت بتفق مع هذه المعلومات او ما بتفقش. المهم ان حضراتكم تستفيدوا. برضو بعمل حاجات مع ايمن نشار صديقي، برضو نفس القصه، وقبل كده كنت بعمل مع بدر العويسي وحاجات كتيرة جدا، وكنت بعمل مع طارق إبراهيم برضو عايش في روسيا، وحاجات كتيرة قوي، وعملت مع ناس كتيرة جدا في أوكرانيا هنا، مش عاوز أقول أسماء عشان ما انساش حد، ولكن إن شاء الله بإذن الله التعاون ده أهم حاجة، إن حضرتك تستفيد، ده المهم عندي. لكن أنا أقعد أقول لك أي كلام وخلاص؟ لا. فنرجع لموضوع الفلوس. انت لما بتشتغل هنا في اوكرانيا ما بتبقاش حاسس بطعم الفلوس، بطعم الجنيه، بطعم الجريفن. ليه؟ مش عملة بلدك. دي حقيقة لازم كلنا نعترف بها. ليه؟ لان انا من واقع عشتي هنا في اوكرانيا، لما نزلت مصر فكنت بصرف الدولارات اللي معايا بحولها للجنيه المصري، فكنت ببقى عارف قيمة الجنيه. نفس القصة هنا، لما باجي بحول دولارات معايا او بقبض مرتبي مثلا بالجريفن، فبمسك الفلوس بحس ان انا ماسك ورق جرايد، مع ان هي بتعيشني كويس وبصرف منها كويس، ولكن ما بحسش بقيمتها. ودي فعلا حقيقة لازم كلنا نبقى عارفينها. دي وجهة نظري، ممكن اكون انا غلط. واحد تاني يقول لي لا يا عم انا معايا دولار وحاسس بقيمة الدولار، او معايا يورو وحاسس بقيمة اليورو. عموما كل ده بيرجع لحضرتك، ولكن انا في هذه القناة بقول وجهة نظري اللي مقتنع بيها، ممكن اكون غلط وممكن اكون صح. فمقصد هذا الفيديو ان انت بتشتغل ومسيرك برضو هترجع تمسك عملة بلدك، فما تفرحش بالجو هنا في اوكرانيا او العيشة في اوروبا بصفة عامة، وتقول انا معايا جنسية او معايا اقامة خلاص دي حياتي هتبقى هنا في هذا البلد. لا، مسيرك يا متغرب ترجع بلدك، وده اللي دايما لازم تخطط ليه وتبقى عارفه في المستقبل. ليه؟ انت لو كنت متزوج وعايش في هذا البلد او في هذه المنطقة من اوروبا، لازم تبقى عامل حسابك ان انت في يوم من الايام بعد سن معين، بعد سن الـ50، بعد سن الـ60، ان انت لازم ترجع بلدك. معاك اولاد، اولادك دول لازم يتربوا في بلدك. الموضوع ده بيرجع من شخص لاخر. انت بتبقى مسستم بيتك ومسستم زوجتك ومفهمها على هذه الامور، وهي مبقاش عندها اي مشكلة ان هي تعيش معاك في اي مكان في العالم طول ما انت انسان كويس. ده بالنسبة لهذه الامور اللي دايما بتشغل بعض الناس، ودايما بيسألوني هي العملة الاوكرانية عملة ضعيفة عملة قوية. انت مهما كانت العملة بتاعة البلد، انت ما بتحسش بقيمتها الا في بلدك.
قيمة عملة بلدك هي اللي دايما بتحس بيها وبتقرب لها في هذه الأمور. ده موضوع إن شاء الله بإذن الله حبيت أتكلم معاكم فيه، فيديو مش هطول عليكم فيه، ولكن عاوزكم تقولوا لي رأيكم في الاستوديو الجديد. هحاول إن أنا أنظم نفسي وهقلب القناة قلبة فوق ما تتخيلوا، بس استحملوني في كام فيديو كده هخلص منهم، وبعد كده هتشوفوا وجه آخر لصعيدي في أوكرانيا. لو بتشوفني لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لو حضرتك مشترك عندي حاول تتأكد ان زر الجرس مفعل، حاول تنتظر كل الاشعارات الجديدة، انا دايما بنزل فيديوهات باستمرار، حاول ان انت تعمل لايك، الحاجات دي بتفيدني وبتحفزني وبتديني باور للامام. زي ما انا دايما بقول لحضراتكم على الحاجات الجميلة والحاجات الكويسة دايما عن البلد اللي انا عايش فيها، انتوا كمان ادعموني. زي ما انت بتسألني وتبقى واقع في كارثة وبتخش تسألني عن انا جاي لي دعوة او ان انا مسافر او تنصحني بايه، وانا برد عليك بمنتهى الامانة كاخ، انت كمان حاول تقف معايا كاخ. عاوزين نكبر عشان القناة تكبر، لان احنا اتأخرنا كتير. صباحكم ورد وعسل، وده هيكون نهاية الفيديو بتاعنا اللي مش عارف له عنوان، ولكن الفلوس ليه ملهاش قيمة في أوكرانيا. لو وصلت لنهاية الفيديو هتلاقيني بقول لك اعمل لايك. صباحكم ورد وعسل، السلام عليكم.